بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم جميعا في الموضوع الرابع من مادة الرياضة، موضوع التفاضل. موضوع التفاضل هنتعرف على إيه معنى التفاضل والقواعد بتاعته، وموضوع سهل جدا والطالب بيحصل فيه درجات بسهولة. تعالى الأول نتكلم إيه هو مفهوم التفاضل عشان افهم التفاضل. لازم الاول اراجع مفهوم الدالة. احنا كنا سمعنا عن الدالة دي قبل كده، فاكرين معادلة الطلب ومعادلة العرض لما كنا بنساويهم مع بعض. معادلة الطلب بتبقى صاد في طرف والسينات في طرف، فالدالة دي علاقة بين متغيرين، احدهما يسمى المتغير المستقل سين، والتاني اسمه المتغير التابع رمزه صاد. فلو حصل تغير في المتغير المستقل س بيحصل تغير اخر في المتغير التابع ص، يعني س بتتحرك الاول والصاد تمشي وراها، عشان كده سموا س مستقل والصاد تابع. امثله الداله اللي قدامنا دي داله الطلب، حيث ص الكميه المطلوبه من سلعه معينه، س سعر السلعة. الكمية المطلوبة متغير تابع، ليه؟ لأن السعر معروف لما بيتحرك، أما السعر بيزيد الطلب بينزل بيقل. طب التفاضل ايه دوره بقى في القصة بتاعت الدالة دي؟ التفاضل بيقيس معدل تغير، خد بالك من الكلمة، بيقيس معدل تغير ص بالنسبة لتغير س لحظيا. وكلمة بالنسبة لتغير س يعني السين هتبقى تحت في المقام. تعال نشوف رمز التفاضل. التفاضل الاول بيرمز له بالرمز ص شرطه، او د ص على د س، بس د همزه اللي هي بالشكل ده. التفاضل الثاني رمزه ص شرطتين، او د 2 ص على د س 2. والتفاضل الثاني ده بيبقى هو تفاضل التفاضل الاول. تعريفه كده ان التفاضل الثاني هو تفاضل التفاضل الاول. تعال بقى نروح لقواعد التفاضل. احنا عندنا القاعدة الاولى بتقول تفاضل المقدار الثابت يساوي صفر. مسألة لو جاب لك كده في الامتحان وقال لك انت عندك دالة صاد بتساوي 5، فين تفاضلها الاول؟ ترد تقول له صاد شرطة بصفر. واحد يقول لي هي دي حفظ، اقول له ممكن تبقى حفظ، ان اي رقم ثابت 5 100 اي رقم ثابت مفيش اي سناد جنبيه تفاضله صفر. طب ايه السبب؟ السبب ان عدم وجود السين بعد علامة يساوي خلى التغير بتاع السين بصفر، يعني مش موجودة، وبالتالي هيبقى تغير الصاد بصفر. فلما اجي ادور على تغير الصاد علشان اقسمه على تغير سين هلاقي نفسي مفيش. طيب القاعدة التانية بتقول لي تفاضل السين يساوي واحد. خد مثال، لو لديك دالة كالآتي ص بتساوي س، فإن التفاضل الأول لها عبارة عن واحد صحيح، ص شرطة بتساوي واحد. واحد يقول لي أنا عايز أفهم القاعدة التانية دي جت منين؟ أقول لك ما هو لما الص تبقى قد الس يبقى الاتنين قد بعض، ص بتساوي س، يبقى لو حصل تغير في السين قدره مثلا يعني 8، فالص هيحصل فيها نفس القدر اللي هو 8. فلما اجي اقسم التغير بتاع ص اللي هو 8 على التغير بتاع س هلاقي نفسي بقسم 8 على 8 تطلع بواحد. ومن هنا التفاضل طالع بواحد. دي بنشوفها احيانا في العلاقه بين الدخل والاستهلاك. انت تعرف كويس ان لما شخص دخله بيزيد استهلاكه او انفاقه بيزيد. الدخل اذا هو اللي اتحرك الاول اللي هو س، والصاد مشي ترى اللي هي التابع. فلما الانسان يصرف دخله كله يبقى كده الانفاق بيساوي الدخل، الاتنين قد بعض. فلما اجي اقسم التغير ده على التغير ده عشان اجيب دال صاد على دال سين يطلع الناتج بواحد. القاعدة التالتة تفاضل رقم مضروب في السين، تفاضل مثلا 8 سين الاقيه بيساوي 8. خد مسألة عشان توضح. لو عندك دالة بتقول لك ص بتساوي 15 س،
فإن التفاضل الأول لها صد شرط هيبقى عبارة عن 15، بتاخد الرقم اللي جنب السين ينزل. تقول لي طب أنا عاوز برضك كلمة عشان تثبت، أنا عايز برضك كلمة علشان تثبت المعلومة عشان يثبت في ذهني الكلام. أقول لك سهلة، ارجع للقاعدة اللي قبلها، لما سقط بتساوي سين طلع التفاضل بكام؟ تقول لي طلع التفاضل بواحد. أقول لك في تفسير للواحد ده؟ تقول لي اه، تغير ده على تغير ده طلع بواحد. أقول لك لا، في تفسير تاني، إنك بتاخد الرقم اللي جنب السين، الرقم اللي بعد علامة يساوي على طول اللي جنب السين، وتنزله في التفاضل. طب هنا ما فيش أي أرقام جنب سين، فمفهوم إن جنبها واحد صحيح، فعشان كده بينزل جنب التفاضل، بينزل في التفاضل الواحد. فهنا الواحد نزل، هنا الـ15 نزلت. كده خلصنا 3 قواعد من قواعد التفاضل. بنرجع لليه للصفحة تاني. انت دلوقتي اتفقت معايا ان القاعدة الرابعة بتقول لك، القاعدة الرابعة بتقول ان لو عندك السين عليها اسس، فالاس ده بينزل على السطر وتخصم واحد من فوق، يبقى 3 س تربيع. في مسألة على القاعدة دي، بس مسألة عايزة واحد صاحي شوية، بتقول لك لو صب بتساوي سين أس 4، عايزين التفاضل. تقول له حاضر، التفاضل اللي هو رمز صاد شرطة بيساوي سالب 4، تنزل على السطر وبعدين أروح أخصم واحد من فوق، فلما أخصم واحد تبقى سالب 5. اشمعنى؟ قالوا أصل سالب 4 سالب 1 تبقى سالب 5، واحد كان خسران 4000 وخسر 1000 كمان، يبقى سالب 5. فالتفاضل يطلع سالب 4 سين أس سالب 5، بتتقري كده سالب 4 سين أس سالب 5. ما ينفعش أقول سالب 4 سين سالب 5، لا، لازم أقول أس سالب 5. القاعدة اللي بعد كده بتاعت حاصل ضرب دالتين في بعض، القاعدة دي بتقول لي لو جاب لك مسألة في شكل دالتين مضروبين في بعض، قوسين مضروبين في بعض، فبتطبق القانون دوت، الأولى في تفاضل التانية، او ممكن نطبقها بطريقة افضل، نقول ايه، تفاضل الاولى في التانية تنزل زي ما هي، زائد تفاضل التانية في الاولى تنزل زي ما هي. تفاضل الاولى اللي هو تفاضل القوس الاولاني، 3 س تفاضلها ب3، طب والخمسة تفاضلها ب0، ما يتكتبش. في التانية تنزل زي ما هي، سين تربيع زائد 7 تنزل زي ما هي، بعد كده تقول زائد تفاضل التانية في الأولى زي ما هي، تفاضل التانية سين أس 2 تفاضلها 2 س، في الأولى تنزل زي ما هي بين قوسين 3 س زائد 5. تعال نتعرف على القاعدة اللي بعد كده اللي هي تفاضل الدالة الأسية. الدالة الأسية صورتها عبارة عن ايه؟ صاد في طرف بتساوي في الناحية التانية ه، والهي دي مكتوب عليها من فوق دالة في الأس بتاعها من فوق. الهي دوت ده مقدار معروف عند بتوع الرياضة اسمه الأساس الطبيعي للوغاريتم، اللي هو 2.718 من 1000، رقم ثابت بس مش مطلوب منك حفظه. فأنت لما يجي لك مسألة في الامتحان هي وعليها من فوق دالة، بتعمل أنت بقى في الحالة دي؟ تفاضلها كالآتي. القاعدة بتقول لك تفاضل الأس في الدالة نفسها، تفاضل الأس في الدالة نفسها. المثال يوضح، لو عندك دالة أسية على الشكل ده، صب بتساوي ه أس 5 س زائد 2، تروح تعمل تفاضل الأس اللي هو فوق اللي هو 5 س زائد 2، تفاضل الخمسة س بخمسة والاتنين تفاضلها بصفر ما يتكتبش. بعد كده تروح تضرب في الدالة نفسها، لأن القاعدة بتقول لك اضرب في الدالة نفسها، الدالة نفسها اللي هي ه أس 5 س زائد 2. مثال كمان على الدالة الأسية، الدالة الأسية اللي قدامك دي صب بتساوي ه وعليها من فوق 2 س أس 3، 3 س أس 2، 7 س، اوجد التفاضل. سهلة، هتقول له دال صاد على دال سين بتساوي، يعني التفاضل بيساوي. وبعدين انا بحب اللي يكتب يكتب بنظام، ما يكتب ليش يساوي في اول السطر، ما بوش الاقي في السطر الواحد 3-4 علامات يساوي، لا، هو السطر الواحد فيه معادلة، طرف بيساوي طرف، دال صاد على دال سين تساوي،
اروح افاضل الاس اللي فوق، لان القانون بيقول لي نزل تفاضل الاس بعد علامة يساوي. فاروح افاضل الكلام اللي موجود فوق، يطلع تفاضله 6 س تربيع زائد 6 س زائد 7. جه منين؟ ما انا بنزل الثلاثة جنب السين، فالثلاثة لما تنزل يقابلها 2، 3 في 2 ب 6، واخصم واحد من الاس، يتبقى 2 في الاس بتاع السين. بعد كده زائد 3 س تربيع، بتتفاضل ازاي؟ الاثنين تنزل تتضرب في الثلاثة اللي جنب السين، واخصم منها واحد، يتبقى واحد ما يتكتبش فوق السين. طب والسبعة س تفاضلها ايه؟ السبعة بتنزل. بعد كده بضرب في الدالة نفسها، ودي سهلة، بنقل الدالة نفسها بعد علامة الضرب. اخر قاعدة عندنا التفاضل اللوغاريتمي. اللوغاريتمي بنختصره بكلمة لام واو. فالدالة هتجيلي كده في المسألة، ص بتساوي لوغاريتم وكاتب لي جنبها دالة. طب دي تتفاضل ازاي؟ احفظ القاعدة بتاعتها، بيقول لك التفاضل اللي هو ست شرطة بيساوي تفاضل الدالة على الدالة نفسها. نقولها تاني، تفاضل الدالة على الدالة نفسها. خد مسألة عشان توضح. لو عندي ص بتساوي لوغاريتم، افتح قوس، 5 زائد س تربيع، افاضلها ازاي؟ اقول له حاضر، ست شرطة هتساوي، ابدأ افتكر القاعدة، تفاضل الدالة على الدالة نفسها، فهاخد الدالة نفسها اكتبها تحت، اللي هي 5 زائد س تربيع اكتبها تحت من غير اللوغاريتم، بكتب الدالة نفسها من غير حرف اللام واو، من غير ما احط اللوج تحت، بكتبها بدون اللوج. طب فوق بقى احط التفاضل. طب الخمسة تفاضلها كام؟ صفر، ما يكتبش. طب س أس 2 تفاضلها كام؟ 2 س. وبكده يبقى احنا خلصنا القواعد السبعة بتوع التفاضل. هم اكتر من كده في الكتاب، هم حوالي 12 او 13، بس دول القواعد السبعة الرئيسية اللي هيساعدوا معاك في حل اي مسألة. بس انا بركز دايما في مسائلي على القواعد الاولى، يعني القواعد الاخيرة بتاعت اللوغاريتمي والأسية دي، يعني ممكن اجيبها وممكن لا. تعالى كده نشوف تمرين على التفاضل. بيقول لي اوجد تفاضل المقادير الاتية، ومديني ثلاث مسائل، ص بتساوي 3 س أس 5، ص بتساوي 3 س أس 2، ص بتساوي 3 س أس 5 ناقص 4 س أس 2 زائد 2 س زائد 9. تعال نحل المسألة أ، ص بتساوي 3 س أس 5. بقول له التفاضل بيساوي الأس بتاع س ينزل على السطر، فلما يجي ينزل على السطر هتقابله 3، يبقى 3 في 5 في 15. وبعدين نخصم واحد من الخمسة اللي فوق، المفروض يتبقى 4، يبقى كده فيه غلطة في الحتة دي. احاول اصلحها معاك دلوقتي، ان انا الاتنين دي اخليها 4 على قد ما اقدر، طلعت 4. بالنسبة للمسألة اللي بعدها، ص بتساوي 3 س اس سالب 2، سالب 2 هتنزل تتضرب في التلاتة اللي جنب جنب السين، يبقى سالب 2 في 3 سالب 6، والسين يتخصم واحد من فوق، هتبقى الاس سالب 2 سالب 1 تطلع سالب 3. المسألة الأخيرة، ص بتساوي 3 س أس 5 ناقص 4 س أس 2 زائد 2 س زائد 9. دي مسألة مركبة من كذا قاعدة، فبطبق على كل حد من حدودها القاعدة بتاعته. 3 س أس 5 أضرب 5 في 3 ب 15 وأخصم 1، يبقى س أس 4. اللي بعدها ناقص 4 س أس 2 يبقى ناقص 8 س. اللي بعدها 2 س أنزل 2. آخر حاجة 9 تفاضلها صفر، ما اكتبوش. بقينا بس حته صغيره في التفاضل اللي هي اسمها المعاملات التفاضليه العليا. الناس بتوع سنه اولى اول بيحبوا الدرس ده بتاع المعاملات التفاضليه العليا. ليه؟ ده معناه ان انت تعمل التفاضل على نفس الداله اكتر من مره لحد ما توصل للصفر. ناخد مساله توضح. اوجد جميع المعاملات التفاضليه العليا للداله الاتيه، ص بتساوي 3 س اس 3 زائد 10 س زائد 8 س. بتمشي واحدة واحدة، تروح تجيب التفاضل الأول، دال ص على دال س، أروح أضرب 3 في 3 تطلع 9، وأخصم واحد من أس يبقى 9 س تربيع. بعد كده 10 س تربيع بتفاضل إزاي؟ 2 في 10 ب 20 س،
هنخصم واحد ما تبقاش حاجة فوق السين. 8 سين تفاضلها كام؟ ب 8. ده اسمه المعامل التفاضلي الاول. همسك التفاضل اللي طلع ده وافضله كمان مرة، فده اسمه التفاضل التاني. دال 2 صاد على دال سين 2 بيتقري كده، ما بيتقريش دال تربيع صاد، لا دال 2 صاد، برغم ان الاثنين في الاس فوق ومفروض تتقري دال تربيع، لكن بقراها دال 2 لان هي بتتقري كده. فيبقى ابدا افاضل التفاضل، بفاضل التفاضل 2 في 9 ب 18 واخصم واحد، فما يتبقاش حاجه فوق الاس بتاع سين 18 سين. 20 سين لما تيجي تتفاضل تطلع 20، انزل 20 وبس. الثمانية تفاضلها صفر ما يتكتبش. واخد بالك ان التفاضل عمال يتلاشى ويتناقص بالتدريج؟ ده اسمه المعامل التفاضلي الثاني. طب تعالى نعمل الثالث اللي هو دال 3 صاد على دال سين 3. لما اجي فاضل الاقي قدامي 18 سين زائد 20، ال 18 سين تفاضلها 18، ال 20 تفاضلها صفر ما يتكتبش. بعد كده بروح اعمل التفاضل الرابع اللي هو دال 4 صاد على دال سين 4، ده عباره عن تفاضل التفاضل الثالث. التفاضل الثالث طالع ب 18، اما فاضلها تطلع بزيرو. لما اوصل للصفر كده يبقى دي اسمها المشتقات العليا او المعاملات التفاضليه العليا.